يقول لقيت أنا بالسوق بيض عرايا متبرجات سيف ما يستحني بعبيهن ما يسترن الشطايا وثيابهن ما تلحق أكواعهني ونصار عرس جنسوات السرايا مثل السلاب الضايعة يهرفني حتى الحيا ماله عليهن سمايا مجبعات الروسهن يزفنني ورجالهن مثل وجيها الخصايا بعيونهن لرجالهن يسبعني ولقيت معهن عجز صفح الثنايا شهب العيون اللي تقل وصف جني ابليس معهن مود علة حظايا رقص لهن شيطانهن ومرجني ألا وبعد يذكر لنا بالقرايا نجل العيون اللي مثل وصفهني موصافهن واشكالهن والحلايا مدرهن اللي شفته ومثلهني كل النظر بالعين ما هي دعايا من زايد النعمة طغن وكفرني ومن طلع الجسم طلع به حسايا لازم علوم الشين به يظهرني اللي طلع النعوذهن والشفايا احبال سووا برد حب لني وانصار من لبنان فيه سجايا كيف الثقة تكون بعروضهني تروى المصايب والبلا والخطايا لمنهم بالسوق تبرجني وين الحيا وين الشرف والحماية وين الرجال اللي بهم يعتزني وين الرجال الطيبين الدهايا هل الرماح اللي قبل يطعنني عزمت اللي باختلاط السبايا يقفن بهم والثانية تقبلني أنت مرعاة وبرز وبالرعاية قبل السباع الجايعة يفرسني والذيب لذا قلسلة والشواية خل الثعالب والرهم ياكلني والسيل لمن زاد ما ينتنايا اللي هشم النمذونها وامطرني اللي دكت بالوادي فروع الشغايا وصدق خياله والمزون ارزمني والميت ما يحيي كثر النعايا لو كل يوم من عند قبره توني وهذا كلام اللي سوتها سوايا لو كان ما هو عندنا عندهني يقول لقيت أنا بالسوق بيض عرايا متبرجات سيف ما يستحني بعبيهن ما يسترن الشطايا وثيابهن ما تلحق أكواعهني ونصار عرس جنسوات السرايا مثل السلاب الضايعة يهرفني حتى الحيا ماله عليهن سمايا مجبعات الروسهن يزفنني ورجالهن مثل وجيها الخصايا بعيونهن لرجالهن يسبعني ولقيت معهن عجز صفح الثنايا شهب العيون اللي تقل وصف جني ابليس معهن مود علة حظايا رقص لهن شيطانهن ومرجني ألا وبعد يذكر لنا بالقرايا نجل العيون اللي مثل وصفهني موصافهن واشكالهن والحلايا مدرهن اللي شفته ومثلهني كل النظر بالعين ما هي دعايا من زايد النعمة طغن وكفرني ومن طلع الجسم طلع به حسايا لازم علوم الشين به يظهرني اللي طلع النعوذهن والشفايا احبال سووا برد حب لني وانصار من لبنان فيه سجايا كيف الثقة تكون بعروضهني تروى المصايب والبلا والخطايا لمنهم بالسوق تبرجني وين الحيا وين الشرف والحماية وين الرجال اللي بهم يعتزني وين الرجال الطيبين الدهايا هل الرماح اللي